تؤكد الحكومة المحلية في الأنبار على دعم الفلاحين لزيادة المنتوج الوطني والاهتمام بتسويق المحاصيل وخاصة الحنطة في المناطق النائية، وذلك من خلال الجولات التفقدية للمساحات الزراعية. حقيقة الخطة اللي وضعناها بالنسبة للأخوة المزارعين بتسويق محصولهم بالتعاون مع وزارة التجارة، مثل ما تعرفون لدينا 4 صومعات، صومعة بناحية الخيرات، وصومعتين بالرماد المركزي، وصومعة في قضاء عانة. ولكن الزخم الحاصل والإنتاج الوفير هذا العام لا أعتقد يعني هذه الصومعات قادرة على استيعاب هذه الكميات الكبيرة. بالأخص محافظة الأنبار تعرف يعني كمساحة تشكل ما يقارب ثلث مساحة العراق. الأراضي الزراعية فيها أراضي واسعة، لذلك بالمستقبل القريب نحن كحكومة تشريعية وكحكومة محلية راح نكون داعمين إن شاء الله للقطاع الزراعي من استثمار للقطاع الزراعي ومن متابعة سير عملية التسويق في المحافظة ودعم الفلاح بكل ما يحتاجه. الوضع بالنسبة اللي جاي شوفه حاليا بالنسبة للفلاح جيد جدا، بس الإشكالات اللي حدثت عندنا حدثت الأنواع الجوية، المطر شوي اللي أثر على الفلاح. أول شيء صار بها قسم التعفن أو سرد بها المنطقة، ولا كمعاملة أو إنجاز المعاملات الاستلام مباشر من قبل السيلولات، والتعاون جيد جدا. اشكالات ماكو بالنسبه عندنا الحمد لله، اي اشكال هالوضع جاي تشوفونه تشوفونكم. حدينا خطه تسويقيه داخليه 50,000 دونم وخطه خارجيه 60,000 دونم. العمليات مستمره الحمد لله. اتممنا احنا في شعبه زراعه القرمه توزيع الكتب التسويقيه على المزارعين، اكملنا كافه الاجراءات والتسهيلات للفلاح لغرض التسويق. طبعا ضمن شعبتنا توجد اكثر من 1200 مرشة زراعية، الكميات المنتجة نتوقع ضمن عمل شعبتنا تصل إلى 60 إلى 70,000 طن.